مشاهدينا الكرام، احباء كره اليد، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر لمباراه النادي الافريقي وضيفه النجم الرياضي الساحلي. بدايه المباراه، النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في هذه الجوله الاولى من اياب مرحله البلاي اوف. زوز فرق عندهم ثلاثه هزائم، هذاك علاش في نفس الترتيب، وهذه هي اهميه المباراه اللي تجمع قلت النادي الافريقي وضيفه النجم الرياضي الساحلي. معايا في التعليق زميلي شكيب بشير خلفله. اهلا بك لميا، مرحبا بك، مرحبا بكل مشاهدينا على المباراه هذه. دونك مباراه هامه للفريقين، الفريقين اللي يحتلوا المركز الثالث في البطوله، هامه من جهتين، هامه بما انه اللي باش يفوز اليوم باش ياخذ فارق على منافسه في المباراه هذه، وايضا اللي باش يفوز اليوم باش يلقى روحه يقرب من اجل صداره مجموعه التتويج، بما انه فما مواجهه كبيره اخرى اليوم بدات منذ لحظات بين جمعيه الحمامات والترجي الرياضي التونسي. فما هذه كرة أولى للنادي الأفريقي، رمية سبعة أمتار رفيق باشا في التسديد أمام حارس النجم الرياضي الساحلي في العملية هذه، سليم البرين أمام رفيق باشا، والهدف الأول في المباراة، هدف أول في اللقاء يجي بعد دقيقة و30 ثانية لعب في قاعة الجورجاني، هوني قاعة المرحوم شريف بلامين، وكرة ضايعة من أنور بن عبد الله. الحكمين يقولوا ما فماش المخالفة، فماش فوت على أنور بن عبد الله، وترجع الكرة للنادي الإفريقي. مروان المقايس في حراسة مرمى النادي الإفريقي، معاه زبير السايس، محمد علي بحر أيضا موجود، اللاعب أسامة الرميكي، علاء مصطفى أيضا، وموجود رامي حمام كلاعب دايره في التشكيله الاساسيه للنادي الافريقي، معهم بطبيعه رفيق باشا. ممتازه التمريره توصل للجناح رفيق باشا ويضيع المره هذه، رفيق باشا ترجع الكره، هجمه سريعه، انور بن عبد الله يوصل للجناح عصام رزيق، والهدف الاول، هدف التعادل للنجم الرياضي الساحلي، 1-1 بعد دقيقتين و22 ثانيه في قاعه الكورتين. ترجع الهجمة إذا للنادي الإفريقي على المصطفى كمنسق اللعب، زبير السايس كظهير أيسر، محاولة طبعا إيجاد الثغرة، أسامة الرميكي كظهير أيمن، دفاع 1-5 على الخروج على حامل الكرة 9 أمتار، فما دفع للاعب الدايرة حوار مع عصام رزيق، ينبه الحكم على عصام رزيق، ما فماش الورقه الصفراء، وامامنا الاعاده، فما مسك من القميص، فما مسك من القميص، عمليه دفع. زبير السايس يحاول لعب على لعب الدايره وياخذ كره على مرتين ويسجل، يتبع كورته زبير السايس ما تمشيش مع لاعب الدايره، يخلق الثغره وال إذن السريعة هدفين لهدفين، سريعة العودة، أسامة غشيم يسجل الهدف الثاني، كانت هجمة مرتدة، شوفوا زبير السايس ويلعب النجم الرياضي الساحلي على الهجمة المرتدة بسرعة وفوق الدفاع أمامنا، مروان مقايز حاول في الجهة اليسرى للقائم الكرة، لكن كرة قوية كانت، هدفين من الجانبين. زهير مسعود ياخذ روليف وياخذ مشعل على حافظ الزويبي اللي تم تغييره مباشره بعد هزيمه النادي الافريقي في ديربي العاصمه الاسبوع الفارط، واول مباراه اذا لزهير مسعود في هذه المباراه الهامه، والهامه جدا طبعا قلت للزوز فرق، لانه الرهان هو الخروج من بثلاثه نقاط. وعصام وانور بن عبد الله يسجل اذا الهدف الثالث، 3-2 تقدم للنجم الساحلي على النادي الافريقي. 3-2 هذه كره لتعديل النتيجه، لكن يتصدى الحارس، ممتاز حارس النجم الرياضي الساحلي سليم البريني، ترجع الكره للنجم، الهجمه المعاكسه، عصام رزيق المره هذه يضيع الهدف الثالث ليه، كان ينجم يطلع الفارق الهدفين، وكره تمشي مره اخرى ضايعه، ضايعه مره اخرى. هجوم النادي الافريقي يفتقد للتركيز، يخرج رفيق باشا في الدفاع يخلي مكانه للكوني، عليه الكوني، وايضا يدخل حمزه المهذبي في تشكيله النادي الافريقي، تقعد النتيجه
3 اهداف مقابل 2 للنجم الرياضي الساحلي بعد مرور 5 دقائق و6 ثواني تقريبا في هذا الشوط الاول من لقاء الجوله الاولى اياب من بطوله الوطني A لكره اليد. قلنا هذا لقاء هام وايضا لقاء الحمامات هام وهام جدا بالنسبه لجمعيه الحمامات والترجي الرياضي التونسي. ويتصدى المره هذه مروان المقايز. مروان المقايز باش يكون من اهم الحلول اليوم بالنسبه للنادي الافريقي باش الفريق يفوز بمباراته اليوم هوني في قاعه الجرجاني. في المقابل ممتاز عصام رزيق بدايه مباراه ممتاز، ايضا انور بن عبد الله لي زانتونسيون تاعو واضحين كيف كيف كان ضيع كره، لكن واضح انور بن عبد الله اليوم باش يقدم مباراه كبيره. ايضا اسامه غشام اللي كان سجل هدف مع بدايه اللقاء، وهذا انذار اول لعلاء الكوني في محور دفاع النادي الافريقي. محور دفاع متكون من علاء الكوني واسامه الرميكي. ترجع الهجمه للنجم الرياضي الساحلي، تنسيق لاسامه غشام. اسامه غشام يحاول يلعب مع عصام الرزيق، تبادل المراكز مع نور بن عبد الله، توصل الكره وتضيع، تضيع مره اخرى للنجم الرياضي الساحلي. ترجع يحاول يسرع يطلع في النسق النادي الافريقي، توصل اسامه الرميكي، محمد علي بحر يطلع ويضيع، يضيع محمد علي بحر امام الحارس. يبدو انه سليم البريني خذا اسوندون بسيكولوجيك نوعا ما على لاعبيه النادي الافريقي منذ بدايه المباراه، عمل زوز تصديات حاسمه. ايضا تشوفوا انه اللاعبين يحاولوا يبعدوا الكره على البريني، وبالتالي قاعدين يضيعوا في فرص سهله برشا، كما رفيق باشا كما محمد علي بحر في العمليه الاخيره. هجمة جديدة للنجم الرياضي الساحلي، وحاولت المرور تصويب من البعيد، لكن مروان مقايز كما قلت بشير نقطة قوة الفريق منذ البداية. على الكوني يحاول التمرير ويختار التصويب، وممتاز على يمين سليم البريني أمامنا الهدف والهجمة المرتدة. شوفوا كيفاش يلعب بسرعة النجم الرياضي الساحلي، كل الهجمات لعبهم بسرعة. فيسا يلعب السنتر ويحاول مباغتة، يلعب على العودة الدفاعية البطيئة نوعا ما للنادي الإفريقي. وهو أمامنا إذا الحوار على مستوى الدائرة. وأول دقيقتين في المباراة لاميا، أول دقيقتين استبعاد ضد علي الكوني في العملية الأخيرة، ورمية 7 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. 7 أمتار إذا للنجم الرياضي الساحلي. محمد أمين دارمول أمام مروان المقايز لأخذ الأسبقية، دارمول ويسجل، يسجل دارمول كرة أرضية يغالط بها مروان المقايز في رمية 7 أمتار الأخيرة. والنادي الإفريقي باش يختار حل أنه يلعب من دون حارس مرمى في الهجمة هذه، بما أنه منقوص من خدمات اللاعب على دين الكون اللي خذاه دقيقتين في الهجمة الأخيرة للنجم الرياضي الساحلي. كرة للمهذبي يلعب مع علي مصطفى، الرميكي توصل الكرة لمحمد علي بحر، زبير السايس تصير على تقطعات المهذبي باش يدخل كلاعب دائرة ثانية، يحل الثغرة لمصطفى، ممتاز يلقى الرميكي، لكن موجود التدخل من لاعب حمد الهمامي. ودقيقتي أول دقيقتين أول إقصاء للنجم الرياضي الساحلي. قريب الحكم كاين، فما خشونة حتى نشاهدوا بالعملية الدفع واستبعاد بدقيقتين. زايد الحوار من رامي حميم مع الحكم لأنه الاستبعاد بدقيقتين. رفيق باشا في تنفيذ 7 أمتار مع محمد صالح براهم اذا الحارس الثاني النجم الرياضي الساحلي. وناجحه ناجحه من رفيق باشا ايضا على يمين الحارس. امامنا الاعاده، خروج سليم البريني، هجمة جديدة إذا للنجم الرياضي الساحلي. 6 ضد 5
نشاهدوا ربما طريقة خلق التفوق العددي في الجهة اليمنى واليسرى ممتازة من أنور بن عبد الله وسبعة أمتار فما دخول في المنطقة واضحة أيضا من أنور بن عبد الله مميز أنور بن عبد الله في اللان كونترا شوفوا وجه لوجه مع زبير السايس ويخلق الثغرة فنيات كبيرة لهذا اللاعب وتصدي ممتاز لمروان مجايز لكن طبعا سبعة أمتار درمول وغالط الحارس مروان مجايز خمسة إذا تصبح النتيجة أو خمسة أربعة شوفوا اللقطة فنية لغالط مروان مجايز اللي ما تحركش من مكانه خمسة مقابل أربعة وهجمة جديدة لنادي الإفريقي ممتازة مرة أخرى من علي مصطفى عملية فردية من علي مصطفى ويعود بسرعة طبعا مروان مجايز لأنه في الدفاع يخرج ويدخل مكانه اللاعب باعتبار نقص العددي للنادي الإفريقي هجمة للنجم الرياضي الساحلي 5-5 إذا بعد تقريبا 10 دقائق لعب في هذا الشوط الأول التألق ليمين درمول وعصام رزيق أيضا من جانب النجم الرياضي الساحلي تمشي الكرة درمول توصل الدائرة ويتسجل الهدف 6-5 للنجم الرياضي الساحلي ترجع الكرة للنادي الإفريقي باش يرجع يكتمل النصاب بالنسبة للنادي الإفريقي ولكن فما تدخل في الكرة الأخيرة من أسامة غشام على اللاعب علي مصطفى وإقصاب بدقيقتين في صفوف النجم الرياضي الساحلي ثاني إقصاء إذا بعد إقصاء حمدي الهمامي ويقعد النجم الرياضي الساحلي يلعب منقوص في فاز دو جو هامة بالنسبة للنادي الإفريقي هجمة لعلي مصطفى من أجل التعديل تعديل النتيجة 6-5 للنجم توصل زبير السايس يوصل الجناح لكن متفطن عصام رزيق في العملية الأخيرة ويقص الكرة والنادي الإفريقي كان أمام فرصة العودة في النتيجة لكن الفتنة بتاع عصام رزيق جناح المنتخب الوطني التونسي والنجم الرياضي الساحلي في العملية الأخيرة تخلي دونك النجم الرياضي الساحلي أمام فرصة أنه يعمق في الفارق هدفين فارق ما فاتش الهدفين منذ بداية اللقاء وهذا أمين الدرمول ممتاز أمين الدرمول الهدف الرابع عليه منذ بداية المباراة 23 سنة لهذا اللاعب منسق المنتخب الوطني التونسي واحد من أفضل اللاعبين في إفريقيا حاليا توصل الكرة لكن المرة هذه موجود وسامر ميكي في الانترسبسيون توصل علي مصطفى يحاول يوصل الكرة للجناح محمد علي بحر يطلع بحر ويسجل المرة هذه بحر المرة هذه يلقى ثغرة أمام حارس النجم الرياضي الساحلي سليم ليبريني ويطلع شويه نسق في المباراه 7-6 للنجم الرياضي الساحلي النجم اللي يلعب منقوص لكن يخرج ليبريني يخلي مكانه اللاعب 6 لاعبين دون حارس مرمى اذا النجم الرياضي الساحلي في توقيت 11 دقيقه و30 ثانيه مازلنا ننتظروا في النسق ينجم يطلع اكثر الحقيقه في هذه المباراه لكن لحد الان واضحه المفاتيح عند شكون بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي المفاتيح عند الدرمول عند عصام رزيق كيف بالنسبه للنادي الافريقي تكون تعويل كبير على مروان المجايز في حراسه المرمى ولكن ايضا على لاعبي الجناح ولاعبي الجناح المهذبي وايضا محمد علي بحر اللي رناه سجل في العمليه الاخيره عكس النادي الافريقي نجم الرياضي الساحلي مركز اكثر على الظهيرين الافريقي قاعد يحاول من الاجنحه لكن لحد الان نجم الرياضي الساحلي مش فلاش برشا لعب على الاجنحه انور بن عبد الله فوق الدفاع لكن المره هذه يتصدى مروان مجايز وياخذ الكره طبعا ترجع لي لا يقول ضد مروان مجايز وتتلعب وبسرعه الكره موجود هجوم النادي النجم الرياضي الساحلي شوفوا فما غلطه ما بين دفاع ومروان مجايز اللي كان يصايب الكره لصالحه فما حوار لكن الحكم اعطى الكره بسرعه وياخذ ورقه صفراء مروان مجايز على اثر الحوار مع الحكم لانه الحكم زفر بسرعه وامين درمول ما يترددش في تنفيذ الهدف تلعبت بسرعه 8-6 مازال الحوار لكن هذا امامنا اللقطه بتاع الحوار اللي خذاه على اثر مروان مجايز الورقه الصفراء ونرجع اذا للهجمه مره اخرى
علي مصطفى. تقاطع طبعا تغيير مراكز زبير السايس. تقاطعات في الخط الخلفي ممتازة ممتازة جميلة جميلة من علي مصطفى. عمل فان دو باس موه بالتمرير ثم يدخل بمفرد. شفتوا كيفاش الثغرة اللي خلقها بالفانت وترجع في أجمل سريعة. مروان مجازي تصدى لكن فما سبعة أمتار دخول في المنطقة. تشنج الأعصاب زايد طبعا لقطات نتمنيو ما نشوفوهاش لأنه الحكم قريب. رامي حمام يتحصل عفوا مش رامي حمام درمول قلت يتحصل أمامنا عملية الدفع سبعة أمتار. زايد الحوار ما بين اللاعبين ثمانية مقابل سبعة. أسبقية بنقطة فقط للنجم الرياضي الساحلي. قبيلة سميت مفاتيح اللعب لميا وما حكيناش على علي مصطفى بالنسبة للنادي. شوف اللقطة هذه اللي عادة مع كلامك بشير ممتازة. شوفوا اللي لقى ثغرة عمل الفانت في محور دفاع على النجم الرياضي الساحلي ويدخل بننور بن عبد الله ويسري بالغالي وهذا التنفيذ من درمول يسجل. ماذا يحمس هذوما درمول أمام من البدوي يسجل هدفه الخامس ليه منذ بداية اللقاء. والملاحظ النادي الافريقي ما زالت عنده بعض الأسلحة على بنك الاحتياط. موجود مصباح الصانع اللي يرجع اليوم بعد ثلاثة مباريات من الغياب. موجود ايضا اللاعب معاذ العياري اللي رناه في الدربي قدم مباراه ممتازه وقت دخل في تشكيله النادي الافريقي. لكن هذا كيفاش يوصفوا زهير بن مسعود؟ مازلنا صحيح في بدايه اللقاء تقريبا شنوسوا المنتصف الشوط الاول لكن ايضا اذا كان النادي الافريقي حاب يقعد في اللقاء ما يلزموش يخلي سكور يكبر برشا. وهذا ممتاز ممتاز زبير السايس يجاوب مباشره يلقى الحل يسجل في الزاويه المعاكسه 9-8 هدف فارق للنجم الرياضي الساحلي بعد مرور 14 دقيقه وخمسه ثواني والنادي الافريقي يلعب منقوص. وهام جدا انه باش يقعد فريق في السكور وايضا ما يضيعش الافضليه انه يسجل في الاوقات اللي يبدا فيها منقوص او على الاقل ما يقبلش اهداف. تغيير مراكز تلعب زوز لاعبي دايره طبعا من النجم الرياضي الساحلي اللي رجع الدفاع انور بن عبد الله. شوفوا خروج على حامل الكره خارج التسعه امتار ضغط طبعا على حامل الكره في كل مره. نشوفوا على الاقل زوز لاعبين خاصه امام انور بن عبد الله وامين درمون اللي يحسن التصويب من بعيد فوق الدفاع. انور بن عبد الله محاوله المرور صعيب عمله صعيب عمله فانت ممتازة مراوغة جميلة ويضيع الفرصة من عناصر قوة طبعا النجم الرياضي الساحلي أنور بن عبد الله. ومباشرة لميا بعد العملية طلب تغيير على ما يبدو أنور بن عبد الله يشكو من إصابة ما نعرفوش بالضبط علاش طلب التغيير هذايا فنحاولوا نزيدوا نثبتوا. حمزة المهذبي يخرج يدخل كلاعب دايرة ثاني استبعاد بدقيقتين لعصام رزيق. تنشاهدوا اللقطة فما عملية دفع اللاعب الدايرة لكن تنشاهدوا ربما بالإعادة. المهم أنه عصام رزيق خرج وفما استبعاد بدقيقتين فما خمسة ضد ستة. علي مصطفى زبير السيس عملية التقاطع طويلة محمد علي بحر كجناح تخرج لأسامة الرميكي. زبير السيس ممتازة ظهير أيسر جناح أيمن ممتازة طويلة الكرة ثم أيضا التصويب 9-8 جميلة اللقطة. فما تنويع في اللعب تشوفوا من ظهير أيسر جناح أيمن ويسجل إذا 9-9 إذا التعديل من محمد علي بحر بعد تمريره جميله من زبير السيس. خبره كبيره لمحمد علي بحر اللي مار بعديد المراحل والمحطات في مسيرته الكرويه. نشوفوا مره اخرى التشنج مره هذه بين الرميكي واسامه غشام قبيله بين الكوني وايضا غازي بلغالي. هذا موجود في كره اليد لكن ما يزموش يتكرر باش اللاعبين يقعدوا مركزين في المباراه اكثر منه من التشنجات والحديث الجانبيه مع التحكيم وغيره. هذه كره توصل لاسامه غشام ايضا
ياسين الزعتير اللي خذا مكانه في تشكيله النجم الرياضي الساحلي ويسجل 10-9 للنجم الرياضي الساحلي. علي مصطفى بعيده المره هذه، علي مصطفى حاب يوصل الكره للجناح حمزه المهذبي، حمزه المهذبي اللي منذ خذا مكانه في تشكيله الافريقي مكان رفيق باشا قعد هو على الباركيه هوني في قاعه الجرجاني، قاعه المرحوم شريف بلامين. ترجع الهجمه للنجم الرياضي الساحلي من اجل اخذ الاسبقيه، هدفين فارق وفما وقت مستقطع على ما يبدو. يطلب النجم الرياضي الساحلي نشوفوا شنو العمليه بالضبط. اذا علي ماضي ايضا موجود على ما يبدو، يبدو أن الجمهور باش ينبع على الجمهور أو يتم استبعاد. نعرف في القانون كي يتم ألفاظ أو رمي مقذوفات في كل مرة يتم استبعاد بدقيقتين، فعلي مادي طبعا ينبع على الجمهور باش ما يتمش هذا، لأنه شفنا المراقب المباراة يبعث مسؤول من الإفريقي لتنبيه على بعض من الموجودين على المدارج. نرجع للمباراة طبعا. في انتظار اذا عودة المباراة توقفت في 17 دقيقة و9 ثواني، 10-9 للنجم الرياضي الساحلي. شوفوا بالضبط فما طاقم التحكيم يطلب من المدرب زهير بن مسعود انه يلبس كيما بقيه الستاف الموجود على بنك احتياط النادي الافريقي هذا حسب ماني قاعد نشوف بالطبيعه. دونك يخرج مدرب النادي الافريقي زهير بن مسعود باش يغير القميص ويرجع يلبس كيما بقيه الاطار الفني والاداري اللي موجود على بنك احتياط النادي الافريقي. في الاثناء فما مصباح الصانعي قاعد يقوم بالحركات الحمايه باش ياخذ مكانه بعد شويه في تشكيله النادي الافريقي. يدخل درمول ممتاز لكن يتصدى مروان المجايز وكره تقعد، خطا للنجم الرياضي الساحلي. الهجمه الزعتير ممتاز، يطلع ممتاز الكره من امين درمول يتصدى مروان المجايز يسبق للكره. شوفوا الخبره الكبيره لهذا الحارس، يوقف الكره، كانت تسديده قويه لكن سبق قرا الكره قبل ما التصويبه. مروان مجايز هاو امامنا، مشالوا على اليمين قرا اكثر الكره. على كل علي مصطفى تغيير مراكز كالعاده، تقاطعات في الخط الخلفي، زبير السيس ياخذ مكان علي مصطفى. علي مصطفى ممتازه من علي مصطفى لكن فما الدفاع، خلق الثغره لكن الدفاع كانت فما لخبطه صغيره في الدفاع الافريقي. وترجع 9 امتار للنجم للنادي الافريقي. علي مصطفى تغيير مرة أخرى مع زبير السيس، ربما التصويب يبحث عن الثغرة فوق الحارس، فوق الحارس، فوق القايم. كان يلوج على محمد علي بحار للتمرير، ثم شوفوا أمامنا كان يبحث عن التمرير لمحمد علي بحار، ثم في آخر لحظة يقرر التصويب. هاو أمامنا مرة أخرى، ما كانش في مكانه محمد علي بحار، خرج وراه، فما سوء تقدير بين الزوز لاعبين. المهم في الأخير كرة ضايعة من زبير السيس، تبقى نتيجة على حالة 10-9. هو حسب الإعادة اللي رناها لمي حتى من العملية فماشي بالكرة من زبير السيس، تقريبا عمل أكثر شوية من 4 خطوات. يبدو أنه قفز في الثالثة لأنه الحكم أعطاه الأسبقية، يبدو أنه في الثالثة على كل الحكم احتسبها البرة أعطاه. ماهيش واضحة برشا كانت أوتوكا. ترجع الهجمة للنجم الرياضي الساحلي أسامة غشام، يحاول يوصل عصام مرزيق وخطا او وقت مستقطع، وقت مستقطع يطلب كمال العقاب النجم الرياضي الساحلي. 10-9 للنجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط الاول من مباراه الجوله الاولى اياب في مرحله التتويج في بطوله الوطني. هذه تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، أنور بن عبد الله، حمدي الهمامي، حمزة فرج، محمد صالح إبراهيم، غازي بن غالي، مهدي البري، أسامة غشام، فهمي حمودة، سليم البريني، ريان الأسبوعي، عصام رزيق، وسام الأسنوسي، نور الدين الناوي، محمد أمين درمول، ياسين زعتير، ولؤي مخلوف. هذه دونك
ورقة مباراة النجم الرياضي الساحلي واللاعبين الموجود على ورقة المباراة. بالنسبة لإفريقي أسامة رميكي، حمزة المهذبي، علي الكوني، رامي حمام، زبير السيس، رفيق بيشة، مروان مقايز، محمد علي بحار، سفيان بوجلالي، علي مصطفى، مصباح الصانعي، زياد الوسليتي، محمد أمين حمدي، معاذ العياري، أشرف بن حاج سالم، محمد أمين البدوي، المدرب هو المدرب زهير المسعودي، إذا المدرب الجديد للنادي الإفريقي مكرم بن دحة ورشدي زغلامي هما الحكمين المباراة. قلت زهير المسعودي هو اللي عوض حافظ الزويبي اللي تم التخلي عنه أو تغييره، وارد جدا طبعا مع احتراماتنا طبعا لحافظ الزويبي مدرب القدير في البطولة. غالبا ما يتم تغيير أكثر من مدرب في المواسم، ما عندناش برشا الحقيقة تقاليد متاع مدرب يقعد في، باستثناء بعض المدربين مثلا نجيب بن ثير قعد برشا في الترجي الرياضي التونسي، كذلك كمال عقاب اللي موجود على النجم الرياضي الساحلي نذكره في التسعينات وفي الألفينات قعد تقريبا 6 سنوات متتاليه ثم ها ورجع للتدريب النجم الرياضي الساحلي. لكن في العاده التغيير دائما في كل موسم وقت اللي النتائج ما تمشيش يتم تغيير المدرب، موجوده برشا في تونس. على كل 11 مقابل 9 في 19 دقيقه 51 ثانيه، وتابعوا الهجمه هذه بدخول مصباح الصانعي. تو تشاهدوا الاضافه اللي قدمها هذا اللاعب الممتاز الظهير مصباح الصانعي، علي مصطفى، تقاطع مع المصباح الصانعي، ممتازة، وأول دخول في أول هجمة وأول هدف لهذا اللاعب الممتاز مصباح الصانعي. 10 مقابل 11 والهجمة المرتدة ضايعة من النجم الرياضي الساحلي، وهجمة مرتدة وحمزة المهذبي إذن يعدل النتيجة 11 مقابل 11، زوز أهداف في أقل من دقيقة مصباح الصانعي ثم هجمة مرتدة عن طريق حمزة المهذبي. أمامنا مصباح الصانعي يخلق الثغرة وممتازة، إذا يغالط الحارس سليم البريني يسجل إذا الهدف 10، ثم هجمة مرتدة يسجل حمزة المهذبي الهدف 11 مقابل 11 والهجمة تتقص المرة هذه من دفاع النادي الإفريقي، حاول يسرع، تطلع الكرة توصل للمهذبي ويضيع، يضيع المهذبي، وثم رمية 7 أمتار يقول دخول في المنطقة من لاعب النجم الرياضي الساحلي نور الدين الناوي اللي خذا مكانه في تشكيلة النجم، يعني رمية 7 أمتار دفاع في المنطقة في العملية الأخيرة من نور الدين الناوي. وثم تغيير في حراسة مرمى النجم الرياضي الساحلي، يرجع سليم البريني اللي خذا مكان محمد، خذا مكانه محمد صالح ابراهيم، يرجع سليم البريني في رمية 7 أمتار، يتزامن هذا مع رجوع رفيق باشا أيضا الأخصائي رقم 1 في رمية 7 أمتار في النادي الإفريقي من أجل أخذ الأسبقية، ويسجل يسجل رفيق باشا 12-11 في توقيت 21 دقيقة و23 ثانية في هذا اللقاء. النادي الإفريقي دونك يتقدم، ياخذ أسبقية، يمكن من هون باش نبداو نفهموا في مجرى المباراة في الدقائق القادمة. كرة توصل للناوي، تمشي اللاعب لؤي مخلوف ايضا ياخذ مكانه في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. تغييرات بالجملة في تشكيلة النجم، درمول يوصل للناوي، فما تدخل من مصباح الصانعي في العملية الأخيرة، دفاع ممتاز من مصباح الصانعي اللي كما قلنا تغيب لمدة 3 مباريات على النادي الإفريقي، واليوم يرجع ياخذ مكانه في التشكيلة. درمول يتعدى لكن الحكم يقول فما ماشي بالكرة في العملية الأخيرة، لكن الخطأ يسبق وتقعد الكرة للنجم الرياضي الساحلي باش ترجع من زعتير. ياسين الزعتير يحط لؤي مخلوف، يحاول يوصل الكرة زعتير على الدائرة لكن ما ينجحش، موجود دفاع النادي الإفريقي متفطن، فما تنبيه باللعب السلبي من الحكمين لؤي مخلوف. وش يقول الحكم؟ تقعد الكره للنجم الرياضي الساحلي اللي ما عادش عنده الحق في برشا تمريرات. النجم الرياضي الساحلي يزمو يلعب مباشره الكره هذه بين ياسين زعتير ومن درمول، درمول يوصلها لزعتير لكن تقعد الكرة للنجم الرياضي الساحلي. درمول يعمل خطوتين ويضيع، يضيع على درمول، دونك التنبيه بان اللعب السلبي اثر على الهجمه هذه للنجم الرياضي الساحلي.
والتسرع كان واضح ما عندوش خيار آخر من الدرمون في العملية الأخيرة. فما تدخل على مصباح الصارعي والهدف يحتسب الهدف يخلي الأسبقية الحكم. مصباح الصانعي يبقى على أرضية القاعة لكن يقوم لباس مصباح الصانعي وأسبقية بهدفين للنادي الإفريقي بعد مرور 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. النادي الإفريقي لأول مرة يخو أسبقية هدفين منذ بداية المباراة. وهذه إعادة الهدف ومصباح الصانعي ليبقى على أرضية القاعة لكن يقوم لباس سلامات مصباح الصانعي. هزمة للنجم الرياضي الساحلي. كما قلنا تغييرات بالجملة. يدخل أيضا اللاعب وسام السنوسي. يعوض من درمول في التنسيق. توس الكرة للناوي مخلوف. مخلوف يحاول وصل زعتير. ممتاز التمويه واللي ممتاز أكثر منه تصدي مروان المجايز. وجه لوجه تشوفوا مروان المجايز اللي يسكر كما يلزم المرمى نتاعو ممتوع على مصطفى. واش يقول الحكم؟ هدف يحتسب الهدف. كما قلنا المفتاح نتاع اللقاء بالنسبه للنادي الافريقي وقت اللي تنعدم الحلول نلقاو على مصطفى بالليفانت نتاعو يدخل زوز لاعبين في محور الدفاع وزوز لاعبين مش من عيار ثقيل. نلقاو ياسين زعتير نور الدين الناوي يعني محور دفاع صلب ومع هذا على مصطفى يلقى الثغره ويتعدى. في كل المباريات صنع الفارق الحقيقه عيد عليه مصطفى دفاعا وهجوما خاصة في وسط الميدان. محاولة المرور توصل للجناح وفما الدفاع فما استفادة من الدفاع الإفريقي اللي متقدم 3 أهداف لأول مرة في المباراة. ومحاولة طبعا مرة أخرى لخلق الثغرة أمام هذا الدفاع اللي دفاع الواحد 5 مع الضغط على حامل الكرة في كل مرة. حمزة المهذبي هجمة مرتدة لكن ترجع الكرة. الحكم يقول 9 أمتار للنجم الرياضي الساحلي نور الدين الناوي في التنفيذ. ضايع الكرة هجمة مرتدة حمزة المهذبي هجمة مرتدة لكن يتصدى الحارس على مرة وعلى المرة الثانية يستحفظ على الكرة ورامي حمام في الأخير يتصدى الحارس لكرة حمزة المهذبي. يعني اللقطات هذه هي لقطات الحراس. تصدي اول لمروان مجايز ثم التصدي لحارس الاجمر الرياضي الساحلي في مره اولى لحمزه المهذبي لكن رامي حمام يتصدى ينجح في ترفيع الفارق يصبح لاول مره كذلك 4 أهداف فارق قبل تقريبا 3 دقائق ونص على نهايه الفتره الاولى. نذكروا وأنه أهمية هذه المباراة بالنسبة للزوز فرق هو تحسين الترتيب بعد النجم الرياضي الساحلي. وحمزة المهذبي مرة أخرى في هجمة مرتدة وناجحة. ينجح حمزة المهذبي إذن في مغالطة محمد صالح برام المرة الثانية في دقيقة تقريبا لهذا اللاعب. يضيع كرة أولى ثم الكرة الثانية يتمكن من تسجيلها في هجمة مرتدة. نشوفوا قيمة الهجمة المرتدة في كرة اليد السرعة خاصة في أخذ الكرة تلعب دفاع الضغط ثم تأخذ الكرة وهجمة مرتدة توفر طبعا الطاقة البدنية للاعبين يرتاحوا وخاصة النجاعة. 16-11 لأول مرة 5 أهداف فارق للنادي الإفريقي بعد دفاع قلت ضغط ثم الهجمة المرتدة. وكأني بزهير مسعودي قاعد يلعب في أوراق في النص الثاني من هذا الشوط الأول. ممتاز من مصباح الصانعي ثاني هدف لمصباح الصانعي 17-11 قبل 3 دقائق على نهاية الفترة الأولى. يعني تقريبا في أقل من 5 دقائق النادي الإفريقي خذ أسبقية متاع 6 أهداف يعني منذ بداية المباراة. قلت أنا في دقيقة 23 تقريبا قلت من توا باش نبداو نفهموا وين باش تمشي المباراة. من وقتها انطلقت العمليات الهجومية هذيا والنادي الإفريقي كسح برشا في الدفاع مع مروان مجايز ممتاز
في المباراة هذه عديد التصديات، والنتيجة 6 أهداف فارق للنادي الإفريقي أمام النجم الرياضي الساحلي. كمال عقاب اللي عمل عديد التغييرات، ما عطاتش أكلها. درمول تقريبا غير الفريق الكل، تقريبا درمول على بنك الاحتياط، تنور بن عبد الله كيف على بنك الاحتياط، الحارس البرين، يعني عديد التغييرات، يسري بالغالي، حمدي الهمامي، هذوما اللي بداوا المباراة مشيت متساوية إلى حد خروج اللاعبين هذوما، وأيضا دخول كما قلنا بعض الأسلحة في تشكيلة زهير بن مسعود على غرار مصباح الصانعي ممتاز، كيف كيف معاذ العياري رناه في عديد التدخلات الدفاعية، تفكت من خلاله عديد الكرات، والنتيجة 6 أهداف فارق للنادي الإفريقي. حمزة المهبي من جناح زيدا 17-11، إذن تقريبا قبل دقيقة ونص من نهاية الشوط الأول. فقط نذكر بالترتيب بالنسبة للمجموعة هذه، مجموعة التتويج، الترجي موجود في المركز الأول ب 14 نقطة، جمعية الحمامات مركز ثاني ب 12 نقطة، النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي يتقاسموا المركز الثالث ب 10 نقاط، ساقية الزيت مركز خامس 8 نقاط، مكارم المهدية مركز سادس 7 نقاط، نادي كركيات بقصور الصيف مركز 7 ب 5 نقاط، وبعث بن خيار في المركز الثامن والأخير بنقطتين، وهذا هدف تذليل الفارق من محمد أمين درمول من رمية 7 أمتار. إذا الفارق 5 أهداف 17-12، وأمامنا كان نور الدين ماوى لاعب النجم الرياضي الساحلي. وهذا وقت مستقطع ياخذ زهير بن مسعود، نستغل الوقت المستقطع بشير أونس جابر اللي تلعب في رولان جاروس الدور الثالث. مباراتها كان المفروض باش تنطلق ماضي ساعه ونص، انطلقت بتاخير لان المباراه اللي سبقتها كذلك في نفس الملعب، الملعب كور 5 لعبت. على كل متقدمه 3-2، بالتوفيق ان شاء الله لأونس جابر. للاسف ما نجموش نتبع مباراه أونس جابر، لكن قلبنا معاها اكيد، التوانسه الكل معاها، قاعده منقوله طبعا على عديد القنوات، اكيد التوانسه الكل خلقت لنا تقاليد جديده. أونس جابر في التنس، توانسة ولاو يتبعوا في القهاوي في ديارهم المباريات، ويعرفوا وقتاش تلعب حتى على اللايف ستريمينغ. ان شاء الله بالتوفيق لأونس جابر، ان شاء الله تكون في الدور الثمن النهائي بعد المباراة ان شاء الله. حاليا قلت متقدمة 3-2. ترجع الكرة للاعب، هجمة للنادي الافريقي. ما نساوش زادة كي نحكيو على نتيجة المباراة 17-12، ونحكيو على الإشكاليات والمشاكل اللي لقيها النجم الرياضي الساحلي أمامكم، كان وليد العجرودي. اي بالله انا قلت انا بيدي ياسر يشبه لعلي مادي. كان يتفرج فينا نقدموا له تحيه، علي مادي لاعب كبير في النادي الافريقي، ياسر يشبه له، انا شخصيا غلطت فيه. على كل العجرودي مرافق اكابر النادي الافريقي. ترجع الهزمة للنادي الإفريقي أقل من دقيقة على نهاية الشوط الأول، يحاول النادي الإفريقي يكمل الشوط بهدف، لكن علي مصطفى يخسر الكرة، التمريرة خاطئة، ما فهمش مصباح الصانعي مخلوف، يحاول يطلع يسدد ممتاز ممتاز، والهدف رقم 17-13 للنادي الإفريقي. علي مصطفى في التنسيق، يدخل اللاعب زياد الوسلاتي ايضا في تشكيل النادي الافريقي. المهذبي، المهذبي ممتاز، يسكر الشوط تقريبا على البوزور، يسجل هدف رقم 18 للنادي الافريقي، اول هدف ليه من مركز الظهير. 18-13 دونك نهايه الشوط الاول. لم نرجعوا اذا، شكرا لكم على المتابعه. 18-13 اسبقيه للنادي الافريقي في قاعه الجورجيني على ضيف النجم الرياضي الساحلي اللي كان فاز عليه كذلك في الذهاب في سوسه. نرجعوا اذا مع بدايه الشوط الثاني، الى اللقاء. مشاهدينا الكرام، تحيه متجدده اذا من الشوط الثاني من لقاء النادي الافريقي وضيفه النجم الرياضي الساحلي. نتيجه الشوط الاول انتهت على نتيجه 18-13، 5 اهداف فارق للنادي الافريقي. تقريبا المنعرج هذا شفناه في 9-8 دقائق الاخيره بعد ما غير كمال عقاب تقريبا. ممتازة التصويبة، الهدف 19 للنادي الإفريقي، قلت تقريبا بعد ما غير، شوفوا ممتازة
تمريره فوق الدفاع وهدف 19. قلت تقريبا بعد ما غير كمال عقاب تقريبا نفس الفريق، لكن حاليا هاو نشاهدوا انور بن عبد الله، عصام رزيق، يعني تقريبا نفس اللاعبين. امين درمول اللي بداوا الشوط الاول ربما لتذليل الفارق في بدايه المباراه، وفعلا اذا اول هدف سريع اذا النجم الرياضي الساحلي. شوفوا ممتازه التمريره وممتازه كذلك طريقه التصويب. مصباح الصانعي توصل الجناح، محاولة المباغتة بتمريرة ورائية اللاعب الدائرة، لكن الدفاع يتقدم، يتفطن عفوا الدفاع، ومقطوعة وترجع 9 أمتار الكرة للنادي الإفريقي. مصباح الصانعي على مصطفى، عملية التقاطع، خروج أو دخول مصباح الصانعي كلاعب دايرة الثاني. ممتازة ممتازة التصويبة، مباغتة للحارس مرة أخرى من أسامة رميكي، أو أمامنا على يمين الحارس محمد صالح براهم. اللي قاعد يغير في المراكز، وزوز أهداف سجلهم هو للنادي الإفريقي مع بداية هذا الشوط الثاني. أسامة رميكي وهدف تذليل الفارق. أمين الدرمول يسجل هدف 15 للنجم الرياضي الساحلي. ورينا الاسيست اللي عامله قبل في الهدف اللي سبق هذا الهدف 14 من درمول، الحقيقه في بلانيت وحده من درمول، لاعب ممتاز، فنيات كبيره للاعب النجم الرياضي الساحلي. وهذا الهدف 21 مره اخرى، اسامه الرميكي يسجل الهدف الثالث ليه والهدف الثالث للنادي الافريقي في هذا الشوط 21-15 مع بدايه الشوط الثاني. وهذا الهدف 16 للنجم الرياضي الساحلي غازي بالغالي في العمليه الاخيره، يسجل الهدف رقم 16. فقط نحب نعطي النتائج الاشواط الاولى بالنسبه للجوله الاولى هذه. اياب في مرحله التتويج، جمعيه الحمامات كمل الشوط الاول منهزم ضد الترجي الرياضي التونسي 14-12. نادي كرة اليد بقصور السيف متقدم على مكارم المهديه 15-14، وبعث بن خيار منهزم امام نادي ساقية الزيت 13-10. هذه نتائج الاشواط الاولى. وكره ذي عنور بن عبد الله كان امام فرصه سهله لتسجيل هدف 17، يضيع عنور بن عبد الله امام مروان المجايز، كورته تضرب على العارضه، وكيف كيف حمام يضيع المره هذه، رامي حمام يضيع لعب الدائره، كرات ضايعه بالجمله من الجهتين. والمره هذه انور بن عبد الله يصلح الكره اللي سبقت ويسجل هدف رقم 17، يذلل الفارق 4 أهداف النجم الرياضي الساحلي. ورينا النجم الرياضي الساحلي وين يلعب بالتشكيله المثاليه نتاعو، يكون المستوى تقريبا في نفس المستوى مع النادي الافريقي، وساعات حتى كيطلع في النسق يكون افضل نوعا ما من النادي الافريقي، لكن نعرفوا اللاعبيه ما تنجمش تلعب 60 دقيقة كاملة في نفس المستوى. وهوني يظهر لي قوة الرصيد البشري للنادي الافريقي، وأيضا تصرف زهير بن مسعود مدرب الفريق في الرصيد البشري نتاعو. زهير بن مسعود اللي كيما ذكرت لم يلتحق بالنادي الافريقي مباشرة بعد الهزيمة في الدربي ضد الترجي الرياضي التونسي، هو ومساعده نبيل الضاوي. زهير بن مسعود المدرب السابق لفريق مضر السعودي، وفما تدخل في العملية الأخيرة على مصطفى، التدخل من ماوى جينا ماوى في الكرة الأخيرة على مصطفى، إقصاء بطبيعة بدقيقتين لنور الدين ماوى. يقعد النجم الرياضي الساحلي دونك يلعب منقوص من لاعب في العملية الأخيرة. النادي الإفريقي دونك إذا كان كمل المباراة متقدم اليوم كما حكينا، واللقاء باش يبعد على النجم الرياضي الساحلي، وهذا مش يقترب من المركز الثاني وايضا المركز الاول، لو انه كما قلنا الى حد الان الترجي الرياضي التونسي متصدر ومتقدم في الحمامات، نادي الافريقي على الاقل يقرب من المركز الثاني في مرحله التتويج. على مصطفى يباغت، لكن الحكم يقول فما 9 أمتار والتنبيه باللعب السلبي ايضا من الحكمين.
بباغت مصباح الصانع بتمريرة طويلة للجناح ثم على محاولة التصويب على الثبات، لكن يربح مرة أخرى 9 أمتار. يرجع علي مصطفى كمنسق محمد علي بحار في إرجاع الكرة للعب. علي مصطفى على الثبات حاول المباغتة لكن يتفطن الحارس. محمد صالح برام إذن يتصدى للكرة الأخيرة لعلي مصطفى. ترجع الهجمة إذن لنجم الرياضي الساحلي. تعود تقريبا التشكيلة المثالية إن صحت العبارة، واللي بداية المباراة لأنه نعرفوا الكل العشرة دقائق الأخيرة تقريبا هي دقائق اللياقة البدنية، لكن طبعا الفارق يكون متقارب. أنور بن عبد الله عملية تقاطع. محاولة التمرير للاعب الدايرة مقطوعة أيضا من النادي الأفريقي أسامة الرميكي. مصباح الصالعي ممتازة، ممتازة التصويبة وممتازة كذلك التحضير للهجمة هذه. كانت على طبق كما نقولوا التمريره، ومصباح الصانع يجي اونجاجي من البعيد ويسجل اذا الهدف 22-17. فما الاضافه لهذا اللاعب منذ دخوله تقريبا في 20 دقيقه في الشوط الثاني، ويسجل اذا الهدف امام حوار بين مصباح الصانع والمدرب الجديد اول مباراه ليه لزهير المسعودي. اذا في تعويض ل المدرب النادي الافريقي حافظ الزويبي. تحياتنا طبعا للمدرب القدير حافظ الزويبي. محاوله للتسلسل او الديكلاج مش فلاش برشا اللعب على الاجنحه من النجم الرياضي الساحلي، التركيز على المحور. لعب الدايرة محاولة للتمرير لكن يتفطن طبعا الدفاع، وترجع 9 أمتار دائما للنجم الرياضي الساحلي اللي بصعوبة الحقيقة قاعد يلقى في الحلول، خاصة قلت في المحور مركز أكثر على تغيير المراكز. يدخل عصام رزيك لاعب دايرة ثاني من الحلول، شوفوا كيفاش وخر الدفاع ثم صوب بأكثر أريحية. فامي حمودة أمامنا فوق الدفاع، شوفوا بعد ما وخر نسبيا لدخول عصام رزيك لاعب دايرة ثاني من الحلول. طبعا لاعب دايرة ثاني رجعوا شوية الدفاع للمنطقة ثم وقتها ربما التصويب بأكثر راحة. 9 أمتار المحاولة من رامي حمام هاو أمامنا، حاول المرور لكن يربح 9 أمتار. مسح الأرضية طبعا بعد سقوط الزوز لاعبين. 22-18 أسبقية 4 أهداف فارق للنادي الإفريقي اللي في حوزته الكرة. أسامة الرميكي باش يلعب 9 أمتار. نلعب في 7 دقائق الأولى من هذه من هذا الشوط الثاني. أسامة الرميكي رمي حمام علي مصطفى. تغيير المراكز، تقاطعات على مستوى الخط الخلفي. شوفوا الدفاع يخرج رجل لرجل ويتمكن علي مصطفى. فنية كبيرة لهذا اللاعب الحقيقة، سواء في تمرير للاعبين يخدم لأصحابه أو حتى للمرور بمفرده. ممتازة إذا الهدف الأخير. 23-18 أسبقية دائما للنادي الإفريقي أمام النجم الساحلي. 6 أهداف لعلي مصطفى، ممتاز منسق النادي الإفريقي في هذا اللقاء أمام النجم الرياضي الساحلي. 23-18 للنادي الإفريقي بعد مرور 8 دقائق في هذا الشوط الثاني. كمال عقاب يعمل عديد التغييرات، فما تدخل على غشام وعصام مرزيك يسجل. وش يقول الحكم؟ فما دقيقتين، واضح كان التدخل من معاذ العياري على اللاعب اسامه غشام في العمليه الاخيره، والنادي الافريقي باش يقعد منقوص من لاعب. دقيقتين باش يدخل زبير السيس
يخرج مروان المجايز انتي جول دونك للنادي الافريقي اللي باش يلعب من غير حارس مرمى في هذه الهجمه. شكون عنده اكثر حظوظ بسته لاعبين امام سته، بسته مهاجمين امام سته مدافعين من النجم الرياضي الساحلي. وسامر ميك يلعب مع محمد علي بحر يحاول يسرع النادي الافريقي. مصباح الصانع مع رميكي امامكم على مصطفى واحد من افضل اللاعبين في هذا اللقاء. توصل الكره لمحمد علي بحر رميكي ممتاز يحاول يخو القائمه الاول لكن ايضا موجود متفطن الحارس محمد صالح ابراهيم حارس النجم الرياضي الساحلي يطلع ويسجل يغالط اللاعب ريان الاسبوعي في ثاني هدف ليه. ريان الاسبوعي اللي خذا مكانه منذ دقائق يسجل ثاني هدف ليه ويذل الفرق 3 أهداف فارق. النجم الرياضي الساحلي مازال موجود في اللقاء ما انهارش خاصة بعد 7 أهداف فارق للنادي الافريقي في الشوط الأول. قاعد يقرب قاعد يرجع النجم الرياضي الساحلي كما قلنا رغم المشاكل رغم الإشكاليات فريق هذايا عرف كيفاش يقعد ضمن أفضل الفرق في مرحلة التتويج. حكينا على مشاكل مادية مستحقات ماهيش مدفوعة للاعبين وصلت إلى حد الصدام مع إدارة النادي إدارة النجم الرياضي الساحلي لكن اللاعبين من أجل فريقهم تمسكوا أنهم يكونوا موجودين حاضرين قاعدين يقوموا باللي عليهم من أجل مريول النجم الرياضي الساحلي. عملية أخيرة فيها تدخل و رمية حرة للنادي الافريقي. رامي حمام كلاعب دايرة مع مصباح الصانع رميكي تنشوفوا الحلول منين بجي امام محمد عبري ابراهيم ودفاع او محمد صالح ابراهيم ودفاع النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة لرميكي يعمل الفانت يحاول يتعدى ممتاز ممتاز هي الكرة لمست على ما يبدو في غازي بالغالي تغير مسارها وتسجل هدف رقم 24 للنادي الافريقي بعد مرور 10 دقائق. توصل الكرة الاسبوعي لكن المرة هذه موجود مروان المجايز متفطن 3 تسديدة لريان الاسبوعي اللي ضيع المرة هذه الهدف والكرة تقعد نتيجة 4 أهداف فارق 24-20 للنادي الافريقي امام النجم الرياضي الساحلي. ذكروا الاطار الجولة الاولى اياب من مرحلة التتويج. على مصطفى يلعب مع مصباح الصانعي مصباح مع رامي حمام يدخل محمد علي بحر لتغيير المراكز يحاول يوصل لحمام لكن ما توصلش بعيدة الباس ممتاز الفاست بريك عصام رزيق يسجل. عصام رزيق ما يتسمحش في الكرات هذيا يذل الفارق مرة أخرى 3 أهداف فارق 24-21 ممتاز عصام رزيق في العملية الأخيرة الالتقاط من غير برشا فلسفة يحل لونغ عصام رزيق ويسجل امام مروان المجايز. مصباح الصانعي على مصطفى ثنائي افكاس الى حد الان نجاحه كبيره ونجاح نسبه نجاح هامه وهامه جدا لمصباح الصانعي وعلى مصطفى في هذا اللقاء خاصه. قلنا مصباح اللي راجع بعد فتره غياب دامت 21 يوم يلقى روحه اليوم من افضل اللاعبين في هذا اللقاء. توصل رامي حمام يسجل لعب الدائره ممتاز لعب الدائره برشا صنعة رامي حمام لعب شاب يسجل هدف 25-25-21 للنادي الافريقي تقريبا في 12 دقيقه من هذا الشوط الثاني. يرجع الفارق للنادي الافريقي 4 أهداف تقريبا نفس سيناريو منتصف الشوط الاول قاعد يحافظ على الاسبقيه والنجم الساحلي في كل مره يلقى روحه يحب يرجع في النتيجه. هتنشاهدوا الهجمه هذه عصام رزيق انور بن عبد الله في البحث عن المرور مع محمد علي بحر. مرة أخرى أنور بن عبد الله على الثبات ممتازة ممتازة أنور بن عبد الله بسرعة لعبت الكرة 2 تمريرات وهدف جميل من أنور بن عبد الله على الثبات تحت الدفاع كرة يصعب الحقيقة التصدي لها وخاصة قوة التسديدة هذه. ترجع الكرة في هجمة للنادي الإفريقي رميكي محاولة المرور
علي مصطفى في مواجهه طبعا دايما على الدفاع. شوفوا علي مصطفى كل ما تكون عنده الكره على الاقل زوز لاعبين يقدموا عليه خارج التسعه امتار لخطوره هذا اللاعب ودوره الحقيقه في تنسيق وخاصه في المرور. فما حكم قريب يقول مسك من الكتف، فما خشونه نوعا ما في اللقطه هذه على رميكي واستبعاد بدقيقتين. غازي بن غالي اذا يتم استبعاده بدقيقتين بعد التدخل الاخير على الرميكي. تسعة امتار رامي حميم في رجع الكره على مصطفى. مصباح الصانع، فما سوء فهم بين مصباح وعلي مصطفى، في الاخير حمزه المهذبي داخل المنطقه خذ الكره هذه وترجع اذا لهجمه جديده للنجم الرياضي الساحلي اللي منقوص من اللاعب 5-6. ترجع الهجمه للنجم الرياضي الساحلي. ريان السبوعي حاول يلقى الحل مع نور بن عبد الله. اسامه غشام تصير على التقاطعات، ريان السبوعي يخرج خلي مكانه الحارس المرمى. هذا بالطبيعه يعني نهايه الهجمه، لكن ما تعدش الكره ويرجع ريان السبوعي. ومن البدوي خذا مكانه في حراسه مرمى النادي الافريقي مكان مروان المجايز، موجود على بنك الاحتياط حاطت شويه ثلج على ركبته. وفما دخول بقوه، دخول بقوه من انور بن عبد الله على علي مصطفى. برشا ذكاء من علي مصطفى في العمليه الاخيره، هجوميا ممتاز وايضا دفاعيا ممتاز، لاعب ذكي برشا، لاعب عنده فنيات طيبه محترمه جدا. علي مصطفى الى حد الان افضل لاعب في هذا اللقاء منسق النادي الافريقي. 25-22 تقعد النتيجه 3 أهداف فارق تقريبا منذ بدايه الشوط الاول. رجع شويه في النتيجه نادي الفريق النجم الرياضي الساحلي، لكن من بعد النادي الافريقي خذا بزمام الامور وخلى الفارق في 3 أهداف. فما اصابه من اسامه الرميكي في العمليه الاخيره، تدخل وباش يتشاوروا الحكمين في العمليه هذه. ورقه حمراء، حكم يقول فما ضرب بالمرفق وفما اقصاء على ما يبدو في انتظار. شاهدوا الاعاده ومحمد علي يعطينا الاعاده والاقصاء لياسين الزعتير. ورقه حمراء زايد النقاش مع الحكم، فما خشونه في الحكم طبعا يقدر الخطوره وخاصه اللقطه. اقصاء ورقه حمراء لياسين زعتير لاعب النجم الرياضي الساحلي بعد التدخل هذا مع اسامه الرميكي لاعب النادي الافريقي. اسامه الرميكي اللي يقوم لاباس، ثم مسح الارضيه ايضا يطالب به الحكم في انتظار عوده اللاعب. وصلنا لمنتصف هذا الشوط، الشوط الثاني، والنتيجه ما زالت 3 أهداف. وياسين زعتير اللي يقول فماش التدخل يمكن الخشن تنعاودوا غير راضي طبعا، لكن القانون يلزم يغادر الملعب. صحيح، تنعاودوا نشوفوا العمليه هذه الاعاده والتدخل موجود، موجود الحقيقه حتى الحركه بتاع المرفق موجوده في العمليه الاخيره. رفيق باشا في تنفيذ ال7 أمتار هو الحقيقه القوانين في ينجح في تسديد هذه ال7 أمتار. قلت القوانين ديما كل ما تقدم في كرة اليد الهدف نتاعها هو سلامة اللاعبين، ففي كل مرة تنقيح قوانين الاتحاد الدولي لكرة اليد، خاصة شفنا رميكي اونجاجي وقت اللي يبدا اونجاجي وداخل المنطقة التصدي بالطريقة هذيك بتنجم تكون كان ورقة حمراء. وقلت طبعا القوانين كلها دائما لسلامة اللاعبين مش غرض آخر. على كل نرجع إذا 26-22 4 أهداف فارق دائما للنادي الإفريقي.
والنجم الرياضي الساحلي قاعد في كل مره يحاول تذليل الفارق والعوده في النتيجه. مصباح الصانعي يشوفه متقدم على انور بن عبد الله نظرا لخطوره هذا اللاعب اللي في كل مره الحقيقه من كل مركز يحاول يخلق الفارق. شوفوا كيفاش لونجاجمون من البعيد وحاول التصويب. لاعب اليساري ممتاز طبعا انور بن عبد الله يحسن تصويب من كل المراكز يحسن لان كونتران الفانت الحقيقه لاعب متكامل لاعب المنتخب الوطني التونسي ممتازه. تشوفوا الاجابه تجي سريعه من امين درمول 27 22. شوفوا الفانت يمشي برامي حمام رغم المسك من القميص رغم المسك على كل حكم ربما في ممتاز لم امين درمول الحقيقه ما على ابار انه عنده فنيات ممتازه لاعب ذكي برشا يرى اللي ما يشوفوش عديد اللاعبين على ارضيه الميدان ممتاز ممتاز جدا اللاعب هذا في انتظار لما لا تجربه احترافيه ليه في قادم المواسم. لاعب الحقيقه يستحق يلعب في مستوى عالي مستوى عالمي لمنسق النجم الرياضي الساحلي والمنتخب الوطني التونسي محمد امين درمول. اسامه غشام يواصل لانور بن عبد الله يلقى الثغره لكن موجوده من البدوي والكاش فارغه الرميكي يسجل كل سهوله ما فماش صعوبه باش يسجل الهدف رقم 28 23 للنادي الافريقي. الفارق اللي قلنا شد في 3 اهداف يرجع يطلع الى حد الان 5 اهداف كامله فارق بين النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي في توقيت 17 دقيقه و5 ثواني في هذا الشوط الثاني. ما نقولوش الامور محسومه وقت مستقطع هذا بالنسبه لزهير مسعود ما نقولوش الامور محسومه خاطر هذه رياضه مازال برشا لعب ما نجموش نعرفوا شنو اللي نجم يصير. 13 دقيقه برشا لعب في كره اليد اكيد نصف شوط تقريبا لكن لحد الان التوجه واضح النادي الافريقي عنده افضليه سباقيه حتى كي يبدا يرجع شويه النجم الرياضي الساحلي النادي الافريقي بكوره ولا كورتين يعمل الفارق ويرجع ال4 و5 اهداف. الافريقي عرف كيفاش ياخذ لاسوندون منذ بدايه المباراه وربما ذاك اللي قعد يتبع في كل مره في النجم الرياضي الساحلي خاصه نعرفوا في شطر المباراه شطر الشوط الاول وقت اللي تم التغيير بعض اللاعبين طبعا باش ناخذوا بلاصه كمال عقاب المدرب القدير والمحترم لكن تم تغيير بعض اللاعبين وقتها الفارق الحقيقه وصعد حتى ل6 اهداف للنادي الافريقي. من وقتها قعدنا نشوفوا كيفاش في كل مره نجم الرياضي الساحلي قاعد يحاول يرجع في النتيجه يظل النتيجه لكن ما نزلتش على 4 اهداف للنادي الافريقي. يرجع اللعب بعد وقت مستقطع دقيقه وقت مستقطع طلبها كمال عقاب مدرب النجم الرياضي الساحلي حتى نشوفوا ربما التوجيهات اللي قدمها المدرب القدير سيد كمال عقاب. الحقيقه مباراه اليوم حوار شيق بين زهير بن مسعود اللاعب الشاب وكمال عقاب المدرب القدير. على كل تغيير المراكز تقاطعات امين درمول وراء الدفاع ممتازه محاوله التمرير فما حوار على مستوى الدائره والحكم يعطي 9 امتار سقوط الحارس كان سقوط عفوي الحقيقه لانه ما كانش مقصود واضح. شوفوا امامنا سقوط عفوي لانه اللاعب كان على كل امين درمول محاوله للمراوغه مقطوعه الكره هذه حب يمرر ضيع الكره هذه ان شاء الله طبعا الفير بلاي او الروح الرياضيه هي اللي تنتصر في هذه المباراه. تحياتنا لزميلنا الصحفي مختار هميمه متواجد في الميدان قلت ان شاء الله الفير بلاي هي اللي تكون منتصره في المباراه هذه فايز وحيد طبعا مش يكون في المباراه او تعادل لما لا لكن المهم طبعا سلامه اللاعبين وخاصه الروح الرياضيه. مصباح الصانع ياخذ الكره هذه مع اسامه الرميكي اسامه يحاول المراوغه على مصطفى أسامة الرميكي محاولة تمرير للمهذبي على محمد علي بحار للجناح لكن مقطوع الكرة ويربح 9 امتار أسامة الرميكي على مصطفى على مصطفى في حوار ورغم تقدم الدفاع يتمكن من تسجيل الهدف 29 إذا 29 مقابل 23 استيميتا من علي مصطفى نيات كبيرة الحقيقة لهذا اللاعب وترجع الكره في اجمالي النجم الرياضي الساحلي اسامه غشيم تقدم شوفوا
على مصطفى على الضغط من 9 أمتار وممتازة رفع الكرة. كان متقدم الحارس والكرة شوفوا أمامنا لوب للحارس اللي كان متقدم. 29-24 دائما الفارق. قلت للنادي الافريقي 5 أهداف لكن فما محاولات الحقيقة من النجم الرياضي الساحلي في كل مرة يحاول يعود في النتيجة. والسيماتة كذلك من النادي الافريقي على مصطفى رميكي مقطوع الكرة. السيماتة في الدفاع كذلك خاصة في الضغط على حامل الكرة في كل مرة يخرج شوفوا درمول في محاصرة شبه لصيقة تقريبا لعلي مصطفى اللي اختار التمرير وضيع الكرة ترجع في هجوم معاكس سريع النجم الرياضي الساحلي. أمين درمول تمريرة كانت لنور الدين ما ولكن ضيع الكرة. تبقى النتيجة على حالها 5 أهداف 29-24 للنادي الإفريقي أمام ضيفه النجم الرياضي الساحلي. أقل من 10 دقائق تفصلنا على نهاية المباراة ووقت مستقطع يطلب مدرب النادي الإفريقي زوير بن مسعود. 29-24 للنادي الإفريقي 5 أهداف فارق يحافظ عليهم الفريق. وفي كل وقت مستقطع فما نتيجة بشير. أنس جابر في الشوط الأول تنهزم 6-3 ثم ترجع 6-0 إذا تفوز وحاليا قاعد يتلعب الشوط الثالث. إن شاء الله بالتوفيق طبعا للعبتنا البطلة أنس جابر اللي موجودة من بين 32 لاعبة في الدور الثالث. كنقول لكم اللي الصين اللي فيها 2 مليار نسمة ما فيهاش ولا لاعبة في الدور الثالث يعني في ال 32 لعبة ولا لعبة من الصين اللي موجودة فيهم في التوب 50 3 لاعبات لكن ولا لعبة تمكنت من الوصول. لكن تونس وكذلك القارة الكل الإفريقية فيها لعبة اسمها أنس جابر ترتيبها حاليا 26 إن شاء الله نهار الاثنين باش تقدم في الترتيب. موجودة إذا في الدور الثالث لرولان جاروس قلت 6-0 في 6-3 ثم ترجع 6-0 وإن شاء الله إذا في المجموعة الثالثة والحاسمة تكون أنس جابر منتصرة إن شاء الله وتمر للدور الرابع للدور الثمن النهائي. إن شاء الله تكون حاضرة على المستوى الذهن على غرار كل رياضيين التوانسة يلزم خدمة كبيرة على المستوى الذهني على كل المستويات. خاطر صحيح ما عندناش إمكانيات كبيرة في الرياضة ككل لكن ساعات نوصلوا للعين وما نشربوش ويظهر لي هذا كله مربوط بالاسبري تاع الرياضي التونسي بالاسبري تاع الكومبيتيتور تاع المنافس. بالنسبه للرياضي لازم تمشي في الحلمه نتاعك حتى للنهايه ولما لا تجيب القاب كما عملوا عديد الابطال من حتى شيء وسام الملول يا حبيبه الغريبي ابطال العالم انيس لونيفي هذوما الكل بالخدمه وبالمونتال القوي وصلوا جابوا القاب جابوا ميداليات لتونس. مروه العام بالخير الحقيقه بعد اصابه ترجع 3 ميداليات في بطوله العالم صحيح الاثقال كيف كارم بن هنيه هذوما كل اسماء اللي تحس انه المونتال نتاعهم قوي بالحق يختلف خادمين على الجانب هذايا ان شاء الله انتو كاو جابر من الجانب هذايا اليوم تفرح التوانسه وايضا في قادم الدورات. نرجعوا للمباراه نتاعنا 29-25 4 أهداف فارق للنادي الافريقي في توقيت 22 دقيقة لعب تقريبا على مصطفى ما يفقد الكرة لكن تقعد عنده مصباح الصانعي فما الخطأ على مصباح لاعب الخبرة لاعب ممتاز مصباح الصانعي اللي تذكر واعتزل اللعب دوليا مع المنتخب الوطني التونسي. على مصطفى يواصل الكرة لمحمد علي بحر حمزة المهذب رميكي تيربا على الثبات يسجل يغالط الحارس لبريني اللي يرجع في حراسة مرمى النجم الرياضي الساحلي. سما غشام اللي يبحث على مين درمول في التنسيق يلعب على نور الدين ماوى تمشي لغازي بالغالي تغيير المراكز بين غشام درمول وفما محور دفاع النادي الافريقي. وسام رميكي يتصدى للتصويبه من اسامه غشام وسهله في دينا من البدوي اللي سبق له لعب في النجم الرياضي الساحلي. محمد علي بحر
عنده الكرة، هذا اللاعب خبرة ممتاز. ريناه حل العديد المشاكل في مباراة الديربي اللي تبعتوها مباشرة على الوطنية الأولى، يعني وقت تلقى مشاكل ما تلقاش حلول تلقى محمد علي بحر ولاعبي الخبرة في النادي الإفريقي. الرميكي ممتازة الفكرة لكن متفطن دفاع النجم الرياضي الساحلي. أسامة غشام يوصل لأنور بن عبد الله، ممتاز اندفاع كبير من أنور بن عبد الله. ومين البدوي يقول للحكم انه ممكن فما دخول في المنطقه في العمليه الاخيره، لكن يحتسب الهدف رقم 26 والصوره كانت واضحه ما فماش دخول في المنطقه من انور بن عبد الله في الكره الاخيره، واضحه ساقه كانت برا ولا هدف. 26 30 26 قبل اقل من 7 دقائق من نهايه المباراه. هجمه للنادي الافريقي لما تقدم حاليا 4 اهداف على مصطفى، محاوله مع المدافع ويربح 9 امتار او امامنا علي مصطفى رغم المحاصره في كل مره. اذا يحسن الفانت ويحسن المرور وحاليا مره اخرى اذا يربح 9 امتار علي مصطفى. فما عمليه دفع كان يطالب ب 7 امتار باعتبار دخول في المنطقه. ورميكي اذا تكون الهدف السريع من اسامه رميكي. شوفوا امامنا اسامه رميكي عمليه فرديه اذا يعمل الدريبل ويدخل بمفرد امامنا رغم المسك من القميص من لؤي مخلوف امامنا على الشاشه، لكن اسامه رميكي تمكن من تسجيل الهدف. 31 31 مقابل 26. نتبعوا الهجمه هذه النجم الرياضي الساحلي. لؤي مخلوف يخرج في الدفاع وياخذ بلاصته اسامه غشام. أسامة غشام في محاولة للمرور طويلة الكرة للجناح. طلب كورتو ريان السبوعي من الجناح كان طليق ما فماش عليه رقابة وممتازة من أسامة غشام. مباغتة من أسامة غشام وينجح إذا في تسجيل الفارق. دائما تذليل الفارق أمامنا فوق الدفاع. جميلة التصويبة. 4 اهداف دائما الافريقي. رامي حميم طبعا يخرج للمسانده ثم يسترجع مكانه كلاعب دايره. اسامه الرميكي علي مصطفى مصباح الصانعي. شوفوا قريب للدفاع مصباح الصانعي ما شفناهش خارج التسعه امتار ويجي من البعيد اونجاجي. شفناه في التمريرات في الديكالاج قريب برشا للدفاع يصعب اللاعبين اللي يجي من البعيد يعمل لونجاجمون وياخذ ليلون ويشوط من البعيد مصباح الصانعي، لكن شفنا في الديكالاج قريب لعب من الدفاع. ان شاء الله يقوم لاباس اسامه الرميكي في الاصابه هذه. وما كانش تدخل في الحقيقه وكان غير متعمد استدام عفوي بعد الارتقاء، ارتقاء كبير من اسامه الرميكي والاصطدام بنور الدين. قوة لونجاجمون وهو واقف في بلاصته ما كانش يفقد التوازن وخايبه الطيحه هذيك وقت يفقد التوازن ما يلقاش ليزابوي نتاعو. وان شاء الله يقوم لاباس اسامه الرميكي. يعني الارتطام بالقاعة طريقة السقوط هي اللي عمل ساعات نجم تخلف اصابات مخطرة الحقيقة. قاعد يتوجع هو توت فاسون. ان شاء الله يقوم لاباس. 31 27 قبل اكثر شويه من 5 دقائق على نهايه المباراه. حتى الاحاديث الجانبيه هوني في القاعه تنبا ممكن ببعض الارتياح في وجوه لاعبي النادي الافريقي على مصير هذا اللقاء على مصير هذه المباراه، خاصه ايضا انه النجم الرياضي الساحلي مازال باش يكمل يلعب منقوص من اللاعب بعد اقصال واي مخلوف بدقيقتين في انتظار انه يقوم اسامه الرميكي. على ما يبدو باش يغادر القاعه باش يغادر المباراه. ممتاز يصاب اسامه الرميكي. قدم مباراه كبيره اسامه الرميكي طبعا نتمناو له الشفاء. واضح قاعد يتوجع واضح جدا وانه فما اصابه.
شاء الله يقوم لاباس الحقيقه. وسام هرميكي ان شاء الله ما تكونش خطيره. نعرفوا اللي صابت على مستوى الحوض صعيبه نوعا ما، تعرضوا لها برشا في كره تاليه. ان شاء الله التشخيص يكون سريع من طبيب الفريق، او الحقيقه يتم نقله لاقرب مصحه، لانه حسب الصوره واضح انه قاعد يتوجع. وفما سبعه امتار في قبيشه على يمين او على يسار الحارس، يقراه يقرب للكره هذه وبكل سهوله ياخذ الكره. غير موفق كان رفيق باشا في رميه السبعه امتار، وتبقى النتيجه على حالها 31-27. وهجمه جديده للنجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يحاول طبعا عوده اسامه غشام. 6-6 اذا، او 6-6. سبعة وعشرين واحدة وثلاثين، ترجع إذا ضايع الكرة وترجع في هجمة لي ورئيس النادي الأفريقي يوسف العلمي اللي ينزل للقاعة للاطمئنان على صحة أسامة رميكي. أسامة رميكي اللي مازال موجود على البرونكار في انتظار أنه يتلقى الإسعافات الأولية. نتمناو له على كل الشفاء العاجل، ما تكونش اصابه خطيره. وهذا الهدف رقم 32 معاذ العياري، يسجل الهدف رقم 32 للنادي الافريقي. 32-28، اقل من اربع دقائق تستنى على نهايه اللقاء والهجمه للنجم الرياضي الساحلي. اسامه غشام، درمول، أنور بن عبد الله يمشي للجناح يحاول يغالط أسامة غشام، لكن متفطن أمين البدوي حارس النادي الإفريقي. غازي بالغالب سيرجع الكرة، وفما وقت مستقطع يطلبه كمال عقاب مدرب النجم الرياضي الساحلي، المدرب الجزائري اللي رغم كل الصعوبات ورغم كل الإشكاليات قعد مع الفريق وقعد مع النجم الرياضي الساحلي وقال ما نجمش نصيب الفريق في هذه الظروف. ونشوفوا أسامة رميكي للأسف تعرض لإصابة خايبة، إن شاء الله لاباس على كل مسؤولية. النادي الإفريقي تقريبا نزلوا للقاعة للاطمئنان على صحة رميكي. رئيس النادي هذا الناطق الرسمي علي علولو موجود. ترجع الهجمه للنجم الرياضي الساحلي، اقل من اربع دقائق على نهايه المباراه. ونشوفوا كمال العقاب كيفاش يحفز في زوج حراس نتاعو. يرجع لبريني تشكيله النجم الرياضي الساحلي. في انتظار عوده اللاعب، الحكمين يقولوا يرجع اللاعب في انتظار مسح الارضيه. فما جهه من الارضيه مبلله، في انتظار مسح الارضيه هوني في قاعه شريف باللامين، قاعه الجرجاني، معقل الرياضات الجماعيه للنادي الافريقي. يرجع اللاعب اسامة غشام في التنسيق. النجم الرياضي الساحلي ممتازه التمريره للدرمول، يحاول يتعدى وموجود مصباح الصانعي في الدفاع. أصدقاء في المنتخب الوطني التونسي مصباح الصانعي ممتاز، روح رياضية كبيرة كيف كيف من درمول في العملية الأخيرة. أسامة غشام يلعب مع ماوى ممتاز، يحاول الدور يسري بالغالي غازي بالغالي، تحية ليسري بالغالي غازي بالغالي. ودقيقتين لعلي الكوني، علي الكوني اللي مازال يتخلي ياخذ دقيقتين، مش راضي على قرار الحكم، مش راضي على القرار، ويبدو ورقة حمراء. الاقصاء الثالث ليه بدقيقتين؟ ثلاثة استبعادات بدقيقتين ولا ورقة حمراء مباشرة؟ يبدو ثلاثة استبعادات بدقيقتين. أي الاستبعاد الثالث ورقة حمراء. لأنه اللقطة ما كانتش بتاع ورقة حمراء، فالاستبعاد الثالث خروج إذا زيد النقاش. الحكم كان قريب ويجبد الورقة الحمراء. على كل أنور بن عبد الله. درمول بمفرد ممتاز، ممتاز درمول
ولا لاعب ولا مدافع ينجم يقرا درمول شنو يحب يعمل. قدم، خذ الكره، موه، دخل، يخلق الفرصه ثم تسويه، تسجيل بكل حرفيه الحقيقه. 32-29 لاول مره منذ بدايه الشوط الثاني، يرجع الا ثلاثه للنجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يحاول، لانه دخلنا في الوقت المنعرج الاخير للمباراه. كل شيء جايز، لقاء متساوي بين الزوز فرق، الأسبقية في النتيجة للنادي الإفريقي. دقيقتين على نهاية المباراة وثلاثة أهداف فارق. طبعا قاعدين يخرجوا خارج ال 14 متر تقريبا، شوفوا اللاعبين خارج ال 9-10 أمتار، يوصلوا حتى ل 14 متر في محاولة ونجاح إذا في تسجيل النقطة 32. قلت أمين درمول ومرة أخرى يحاول يلعب بسرعة لأنه يعرف أن الوقت مش لصالح نجم الرياضي الساحلي. 32-30 وكمال عقاب طبعا يطلب أو النادي الإفريقي لأنه هو اللي عنده الهجوم. زهير مسعود إذن يطلب الوقت المستقطع، هام وهام جدا هذا الوقت المستقطع الحقيقة للزوز فرق، لأنه دقيقة ونص وحاليا زوز أهداف فارق للنادي الإفريقي. كل شيء جايز إذن، والإفريقي لي الظفر بالمباراة، والنجم الساحلي لتذليل للعودة في النتيجة، إما التعديل أو الفوز. على كل دقيقة ونص كل شيء جايز في كرة اليد، ننتظر إذا نهاية الوقت المستقطع. زوز أهداف فارق والإفريقي في الهجوم. نتصور زهير مسعودي أول حاجة يقول هيشدوا الكرة لماكسيموم، يعني الوقت المسموح به في الهجوم، لأنه هما اللي عندهم اللعب وكل كرة أكيد في مكانها، خاصة بالنسبة للاعبي النجم الرياضي الساحلي. نتابعوا الهجمة هذه، محمد علي بحار محاصرة لصيقة مرة أخرى إذا على مصباح الصانعي، وتجي الإجابة من محمد علي بحر. إذا ثلاثة أهداف فارق، صعب المهمة على النجم الرياضي الساحلي. أمين درمول يحاول يلعب الكرة بكل سرعة بعد ثلاثة أهداف فارق وأقل من دقيقة، دقيقة على نهاية المباراة، وثلاثة أهداف فارق النادي الإفريقي. درمول مرة أخرى تمريرة أسيست ممتاز، والحكم يقول فما دخول في المنطقة لكن فما إصابة أيضا. فما إصابة للاعب النجم الرياضي الساحلي أنور بن عبد الله في العملية الأخيرة، أقل من دقيقة على نهاية المباراة، والإصابة لأنور بن عبد الله على مستوى الكتف. شوفوا هونيو كان واضح الدخول في المنطقة صحيح، لكن الإصابة يصيب بمفرد أنور بن عبد الله. نفس سيناريو رميكي تقريبا، السقوط نتاعو هو اللي كان مش في نفس البلاصه، لكن يصيب بطريقه السقوط يفقد التوازن انور بن عبد الله. فماش استدام المره هذه الفرق اللي فماش استدام، ان شاء الله يقوم لاباس الحقيقه، سلامه اللاعبين اهم من كل شيء الحقيقه، ان شاء الله يقوم لاباس. مصباح الصانعي بعد على انور بن عبد الله، لكن هو كان اونجاجي. ف هذا الهدف الأخير من محمد علي بحر، الهدف اللي صعب فيه مهمة النجم الرياضي الساحلي، وتأكد من الفوز بثلاثة نقاط الحقيقة، لأنه يصعب في 55 دقيقة أو في 54 دقيقة تسجيل ثلاثة أهداف للتعديل. يقوم لاباس أنور بن عبد الله، ويبدو لي باش يخرج أو باش يغادر الهجمة هذه، يبدو لي باش يغادر المباراة. حوار مع زميله في المنتخب طبعا مصباح الصانعي، أخلاق عالية كذلك أنور بن عبد الله، مشهود لهم الحقيقة في الفرق نتاعهم وكذلك في المنتخب بدمث الأخلاق، وحسب الجيست نتاعو يقول له ما فما حد شيء، ومع ذلك يعتذر. وترجع الكرة إذا في هجوم جديد للنادي الإفريقي اللي باش يحاول يستحفظ على الكرة في الثواني الأخيرة أو يسجل هدف يمضي به الانتصار اللي يأكد به انتصاره. ثلاثة أهداف كاملة،
خروج النادي الافريقي اذا من سلسله الهزائم الثلاثه الاخيره، يحسن ترتيبه في حين هزيمه للنجم الرياضي الساحلي اللي ان شاء الله حظ اوفر ليه والمدرب كمال عقاب في بقيه المشوار. لان نذكر فقط وانه نلعبه في الجوله الاولى من اياب البلاي اوف. سامحني جوست نعطي نتيجه نهايه المباراه في الحمامات بين جمعيه الحمامات والترجي الرياضي التونسي بانتصار الترجي 24 مقابل 22. محمد علي بحر اذا اخر هدف، اربع اهداف فارق عن طريق هجمه مرتده ممتازه. هاو امامنا محمد علي بحر، الهدف 33 و34 سجله محمد علي بحر. هكا اذا نجيو لنهايه المباراه. شكرا لكم على متابعتنا على الوطنيه الاولى، مع تحيات لمية الذوادي. شكرا لك لمية، تحيات بشير خلف الله ايضا. ان شاء الله نلتقي في مواعيد رياضيه قادمه.